أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر على أرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة في هذه الأجواء الماطرة. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد. شوطنا الثالث عشر وهو شوط خاص بالحجائج الابكار لمسافة المعتادة والمقررة في سباق مساء هذا اليوم، هي 3 كيلومترات. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات مع هذا السن، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. نسير مع البداية، مع المقدمة، مع الصدارة، مع الانطلاقة الواضحة، وأرى هناك أيضا الشرطية من قادته، المجموعة بشعار محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي يقدم هذا الاسم، تندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني صواب محمد بن حمود بن ياسر اللي حافي، وعلى مستوى المركز الثالث تصل فرحة محمد بن علوش بن راجس الدوسري. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم، نتابع رياسة لأحمد بن زايد بن جاسم بن براك المزروعي. وصلت الأسامي والكم الهائل، الكم الهائل والتحديات مع نغم لمحمد بن عبيد، بن عبيد النعيمي ياتي بهذا الانطلاق مع المركز الخامس. سادسا نتابع حفله لمحمد بن عمران بن حمد الاجتبي. هذه النتيجه، هذه النتيجه للمراكز المتقدمه، اول نداء للست المراكز بهذا الانطلاق المثير في هذه الاجواء الماطره. الصداره، الصداره ومقدمه هذا الشوط ونغم تعزف على النغم الاول، على الوتر الأول، تقود المجموعة بشعار محمد بن عبيد بن عبيد النعيمي من سيطرت على مجريات هذا الشوط. ولكن حفلة بدأت تحتفل مع المركز الثاني محمد بن عمران الاكتبي، المركز الثالث تصل فرحة محمد بن علوش بن راجس الدوسري. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات، وصلت التحديات. التقدم، التقدم مع الواعي محمد بن سير العوية العامري ما شاء الله. والكم، الكم القادم مع تحديات هذا الشوط، نتابع غيم لسلطان بن محمد من هزيم المسافري. هذه النتيجة، هذه النتيجة والاتجاه، الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية. بارت المنصة، بارت يا جماعة، والتجمع، التجمع، التحديات الحاضرة على مقدمة هذا الشوط. ولكن نغم، نغم على النغم الأول، على الوتر الأول تنطلق بناموس هذا الشوط، وصيحات الناموس، نغمات الناموس مع نغم بتقدم محمد بن عبيد بن عبيد النعيمي من تسيطر على مجريات هذا الشوط. تليها، تليها حفلة لمحمد بن عمران الاكتبي مع المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الوعي مع المركز الثالث لمحمد بن سير العوية العامري. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، التسلل، التسلل، التسلل والانطلاق مع بيان وزير من غرام بن موسى البلوشي. ولكن أرى، أرى التحديات مع الشاهينية لمحمد بن خليفة بالجافلة الحميري ما شاء الله، أو بالجافلة المنصوري عفوا، محمد بن خليفة بالجافلة المنصوري. وجولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، التحديات الحاضرة في هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. ونغم تسيطر، تسيطر على مجريات هذا الشوط. الأسامي القادمة ما شاء الله، ما شاء الله. نتابع احتفال محمد بن سلطان بن الراحة الاكتبي والتقدم مع الشامخة لمحمد بن علي بن عبيد الفليت النعيمي بأول ندى يتسلل. ولكن نغم، نغم، نغم انطلقت ما شاء الله، تبارك الله، تهانينا لمالك نغم محمد بن عبيد بن عبيد النعيمي. سلام، سلام نغم، سلام. المركز الثاني، جاءت الشامخة لمحمد بن علي بن عبيد الفليت النعيمي. المركز الثالث، انطلاق احتفال لمحمد بن سلطان بن الراحل الاجتبي. ومع المركز الرابع،
تصل مع المركز الرابع حفلة لمحمد العمران الاكتبي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت العنود لعشير بن عبد الله بن محمد بن كردوس العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. لنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول نغم إلى خط النهاية. تهانينا لمالكها مع هذا الانطلاق المتميز، جاءت بتوقيت زمني مقداره 4:48، 79 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبيد بن عبيد النعيمي على فوز نغم مع المركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. 4:49، 85 جزءا من الثانية. تهانينا أيضا مع هذا الانطلاق وهذا التحدي، واللي وصلت مع المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 4:50 و33 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.